اليوم بغداد تكتسب أهمية أخرى اكتسبتها الأولى من خلال عملية التحرر من داعش على مستوى الميدان، واليوم هي أيضا تتسيد الموقف من خلال محاربة فكر داعش وإعلامه. واليوم الكل متفاعل مع هذا المؤتمر بمخرجاته. بعد حزيران عام 2014 اهتمت بشكل كبير ببناء هذا الجهد النفسي، وأسست إلى تشكيل فرق وتشكيل دوائر تخصصية تأخذ على عاتقها الرصد والتحليل والمواجهة الفكرية. هذا المؤتمر يؤسس إلى مرحلة جديدة في توقيته، جاء بعد طي صفحة العمليات العسكرية، وإحنا ننظر للقادم أنه تحديات فكرية، تحديات إعلامية، تحديات الفضاء السبراني والعالم الافتراضي. علينا أن نستعد استعداد كبير من خلال التعاون والتدريب، من خلال بناء القدرات. الخبرات العراقية أوجدت أو تأشر أنها الأفضل باعتبار أنها حاكت المشكلة بشكل مباشر في المجالات الافتراضية، والعراق مصمم كل التصميم حقيقة أن يحقق الانتصار في عام 2019 في مجال العالم الافتراضي ومجال الدعاية والمواجهة الفكرية مع داعش. برنامج الحكومة في اتجاه تحرير الفكر من الفكر المتطرف الداعشي وتوجيه البحوث بهذا الاتجاه، سيما وأن هناك خرق نفسي لبعض فئات المجتمع، وحث بقية الجامعات إلى الإشراك في عملية الإعمار المدني والإعمار الفكري. نقل الانتصار اللي حققتها قواتنا بكل مسمياتها، وكذلك رسم خارطة الطريق للمستقبل ولمحاربة واستئصال جذور هذا الفكر المتطرف، تفعيل الجهد الاستخباري والأمني، وأيضا بناء علاقة ثقة قوية مع المواطن، وللمحافظة على النسيج العراقي من أي تطرف وأي دخول إلى لهذه التنظيمات.